احنا راجع دلوقتي لحن في اطاف انف. لحن في اطاف انف مش بيتقال بس في اسبوع الالام، حتى تلاقي النغمه بتاعته شويه فيها ايه من الهيتانيه الكبيره، فيها منين صوت الشوري، فيها منين تاني شارف نوتي، فيها حته فيها، وبيتقال في عيدين الصليب بعد تي شوري او تاي شوري في عيدي الصليب 10 برمهات و17 توت، وكمان بيتقال في باكر خميس العهد، ويتقال في الستة والتاسعة من يوم الجمعة. يعني بيتقال كم مرة في السنة؟ مرتين صليب ومرة باكر الخميس ومرتين جمعة، يعني بتاع خمس مرات. خمس مرات بيتقال، خمس مرات في السنة. فيطف إن في إيه شوي الكلمات بتاعته موجودة في سقطوكية يوم الحد. اسمع كده أفكرك، فبرضه زي ما عملنا في أجيوس هنقسمه أجزاء ونمسك جزء وجزء نظبطه. ده لسه قايلينه قريب وكان 100 100. الله ينور، تعيش وتصلي. فاي التنية التنية بالظبط، وزي صوت الشوري بالظبط، مفيش اختلاف، الدخلة بس. تاني؟ حاضر يا عم بدير. ولا مرة كمان. يلا اتفضل. تاني معلش البداية دي. ها. أيوة. وحشة دي. خايفين منها ليه؟ ده سلم وجرس اللي هو ده فين اهو، ده سلم والجرس بعد كده وسلم تاني عارفينها دي. اسمع مني تاني، فا سلم واضرب الجرس، ما ردش هنزل على السلم انطاف الى اخره. يلا مع بعض، فا سلم انطاف
كده الجزء الاولاني. الجزء الثاني ان ف ا ب ش او او اكمل زي فوق بس ناخد الحته دي. خلي بالك النفق، النفق ده عشان تعدي منه لازم توطي وتخلي الهزه توطي. لو ما وطيتش كده وانت بتقول الهزه هتخبط، تروح بقى على ايه؟ على الهتنيه وترجع تاني، وتروح على شرف نوتي، وتروح على كتير قوي. الهزه دي بتوطي معاك، عشان كده سميناها النفق. حتى باشمهندس سمير كاتب لنا اهو النفق، خلي بالك منها. الحصص دي مراجعة زي ما احنا عارفين، يعني لو في حد ما حضرش معانا او حد بيشوفنا وما حفظش، يعني الحصص دي كلها موجودة على اليوتيوب، تقدروا تلاقوها يعني لأي حد. فالحصص دي مراجعة فسريعة شوية. النفق اهو خلي بالك قوي من الحتة دي. النفق ده اختراع يا باشمهندس، اختراع بصراحة. يلا اتفضلوا انف ها انف ان شو بس حلوه يعني بتفكرنا سيدي. يعني الحته دي هي ما بتجيش غير فايطه في انف بس، النغمه دي النفق ده فايطه في انف بس، غير كده مش بيجي يعني. طيب بعد كده انا وطيت من النفق، عديت خلاص، فهعلى تاني هعمل ايه؟ ثالث مرة هقول الحتة دي كان نفق من شوية بقى كوبري اللي جاي بقى اللي هي العالية دي لحد هنا. نقف لحد هنا. ده كده الجزء اللي فات ده كله واخد من بعضيه، ده يعتبر النص الاولاني اللي مستلف من بعضه، واخد شويه من هيتنيه، شويه من شرف نوتي ونفق وكوبري، مش عارف ايه. النص الثاني بقى كله واخد من بعضيه بس لوحده، ملوش دعوه بده. خلينا نظبط الحته دي كلها. تعالوا نقول من عند النفق او من بعد النفق اوي والكوبري لحد الخمسه. يلا معايا ها اعلى حلو قوي ايوه كوبري الاخبار. الحته دي كويسه. تعالوا نقول من الاول، نظبط الجزء على بعضيه بعدين نخش على الجزء النص الثاني. اتفضل. البدايه كانت ازاي؟ عايز اقول لكم بس معلومه عن اللحن ده. اللحن لو خدت بالك، هذا الذي اصعد ذاته ذبيحه مقبوله على الصليب. كلمات اللحن بتقول ان في حاجه هتطلع تصعد يعني، فالنغم بيعلى قوي، تيجي على اخر اللحن تلاقي فوق
طيب اللحن ده نبدأه ازاي عشان نعمل حساب القفلة تحت؟ فتلاقينا بنبدأ في قطف ان فاي نبدأ تحت قوي علشان عاملين حساب القفلة. ما تنفعلش وتبدأ، او اي حد بيشوفنا يعني في اي حتة بيصلي ما تقولش فاي مش عارف تكمل، هتكسر وتنشز وتتون وتبوظ الدنيا. ابدأ هادي، شوف كل لحن بيرتاح في طبقة معينة، ده لازم تبدأه هادي هادي خالص، حيث عما توصل للآخر ما تبصش الدنيا منك يعني. يلا تفضل. يلا سلم سيدي. ايوه حلو قوي كده كده تمام. ده النص الثاني. النص الثاني لوحده ملوش دعوه بالنص الاولاني، النص الاولاني زي ما قلنا واخد من بعضيه، النص الثاني واخد من بعضيه برضه. او سيدي هقولها وتقول لي زي ايه. او سي زي ايه؟ زي النفق بالظبط. هي ما هي مكتوبه تقريبا زي النفق. هقولها واكمل. او سي سي الاولانيه زمانها اربعه والرابعه اخرها بريح كده تريحها عشان اعرف اكمل اهي. او سي قلت معايا ما هتسمع نفسك وهتشوشر على اللي جنبك مش هتستفيد حاجة. اسمع. او سي سي اي 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 وريح اي 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 واخد بالك بطلع اي 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 دول زي بعض. الحته دي بتعمل ايه؟ بتقوم كده عايزه تطلع واللحن يطلع
واخد بالك الهزات عايزة تقف. اهي تاني اسمع مني. او سي النفق اللي هو الواطي ده. او سي سي نقف سنة. دول ودول والهزتين دول هتهزر. ايوه اي الهزتين بتوع هتهزر دول اهي هتهزر دي دول هنغلط فيهم. طيب يلا او سين نفق. او سين بص اسمعني. او سين شفت السحبه دي؟ دي اللي تخليك تخش على سي الثانيه مظبوط. يلا معايا. او سي سي اي 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 خد منها واطلع. اي 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 زيادة التأكيد. اي 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 دي اي 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 الهزة دي المفروض يعني ايه المفروض تبقى فوق هنا. اي 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 هكمل لك السطر ده. حاضر. ايا دي ايا ده ألف اس شي. خلي بالك بقى من الهزتين دول اللي عليهم دايرة. هم دول هم دول ماشي. اس شي اي اي تلاتة عاليين. اي 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 واخد نفس الاثنين. اي اي تلاتة سلم. اي 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 هتهزر معايا عاليين وسلم. اي اي دي خلي بالك منها. اي اي هاي اي اي ما تزعلش وناخد نفس الاثنين تاني. اي 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 من اول هنا كده دخلنا في الجد بقى خلاص. اي 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 تاني السطر ده اسمعوا مني. خلي بالك اللي زي ما قلنا الاثنين دول زي دول زي دول بس اللي بعديهم مختلف. يعني بص هنا اي 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 بعدهم هنا ثلاثه عاليين. طب اللي بعدهم اي 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 الاخيره اي 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 اسمع مني بقى السطر كله. اي يا اس شي اي اي تلاتة عليهم. اي 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 اي
تمام؟ عرفناها مية مية؟ طيب تعال نقول السطرين من أول النفق الثاني. ها أو سي سي ازاي حتى ايه الاخبار عليه تاني اي اي بن هي اي 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 دول زي بعض اخر هزة بس هنا بتعلى وانا بتوت س و ج اسمع تاني اي اي بن هي هتهزر تاني اي اي وناخد اللي بعدها اي 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 يعني من اول هتهزر فوق اتعالي التاني تحت يعني دول بص اهم دول زي بعض دي زي دي ودي زي دي ودي زي دي يبقى الحتة الجديدة هي دي بس اسمع السطر ده كله مني تاني اي اي بن اي 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 زي فوق اي 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 يلا معايا السطر ده ها اي اي شفت حاجة ان الهزتين دول زي انت هتهزر صح لاحظ كده صح هي بالظبط طب تعال عشان هي يبقى دي زي انت هتهزر في لما نيجي نستلمه بقى نبقى نعملها ايه انت هتهزر طيب تعال نقول السطرين دول هي يلا معايا ونكمل ها. تاني تاني يلا من الاول اي يا اي انزل تهزر واشخط وانزل اي 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 زيها اي 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 ايه رايك مزيك هي بتتكلم الدخله بس اسمعها مني تاني جانبي
حته حلوه بتعاد مرتين. عيدها تاني. بعد كده هزتين واقفين. سلم عشان تقوله كويس. اشخط في اول هزه. هقول الاثنين تاني. تلاتين زي بعض. اخر هزه بس بنريحها شويه. يلا جن بي. ها جن بي. مزيكا صح؟ واخد بالك؟ الله شاكرين. تعيش حبيبي. لا بس برضه اللي بيحفظ اللي بيحفظ. ايوه بعد كده. ايوه بصراحه ايه الاخبار يا بيتر؟ ماشيه زي السكينه في الحلاوه صح؟ اهو مراجعه بس هي مره وخلاص. رجعنا الثلاث احنا. معلش معلش زي ما قلنا في بدايه اللحن اللي احنا عايز يطلع الحته اللي جايه دي اخر سطر فهي هتبقى اعلى حاجه. اخر سطر واعلى سطر. اسمع تاني. بص انا كنت فين؟ تحت اهو. تطلع بقى. شفتوا ده عامل ازاي؟ زي بعض. وزيها. خلي بالك من دول. سكينة تاني. تاني. بعد كده سلم. خلي بالك انت عندك اتنين اهم لشبه السكينة وفي اتنين هنا اهم. لو تفتكر السكينة السلم اللي جاي اربعة. الاتنين دول هم اخر اتنين في الاربعة. لاحظ كده زي ما باشمهندس سمير كاتب لنا اهو. اللي هم دول. واقفل عشان ودنك ما تخليكش تقول دول زي السكينة. لا دول زي الاثنين اللي قبلهم على طول. ماشي. يلا اتفضل. وعلى. الحته دي تمام؟ فيها مشاكل؟ نقولها تاني. نقولها تاني. نختم ولا اقول لك؟ تعال نقول السطرين. جنبي. خش.
تشوري ان جا بس الدخله بس خائب اوجا ايام ب المفتاح بتاعك في الهزه دي هتشخط فيها قوي خائب اوجا ايام ب الى اخره يلا مع بعض ها سطر واحد بس سطر لا يرجع يعني عايزين نقول النص الثاني ايوه من اول او سي اول حته دي عايزين الحته دي بس النص الثاني اللي هو ما بعد الحته اللي واخده من الهيتنيه ومن صوت تشوري وشال في نطق الحاجات دي من اول او سي اللي هو النفق الثاني يلا مع بعض هو ده اصعب ما في اللحن الحته دي ها او سي ركز شولم رافن جاب فيوتن
αγαθός έμεθ να βεντεχάν αρώχη. نغمة وبتتعاد، يلا مع بعض نجرب. ها أفشل من روح بيوت أغاثوس إمث نافن تغن أروهي هجن تيغو. أيوة معلش المراجعة بتبقى متعبة شوية، أنا معلش أنا تعبت يعني. فايطة في إنف، اتفضل. جرس. Hey.
نفسنا نكمل.